الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين وحجة على الناس أجمعين، سيدنا وإمامنا وأسوتنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله أعزائي المشاهدين في هذه الحلقة. وكنا قد توقفنا في الحلقة الماضية، تكلمنا عن أحداث غزوة بني المصطلق التي خاضها النبي صلى الله عليه وسلم، وما تبع ذلك من العداء الذي أظهره المنافقون في حق النبي صلى الله عليه وسلم. تكلمنا عن الكلام القبيح الذي قاله عبد الله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين، وماذا قابل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الإساءة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يحدث البلابل والقلاقل في المجتمع المدني. وهكذا حقيقة ينبغي دائما على الإنسان أن لا يسعى إلى إحداث البلابل والقلاقل في مجتمعه، أن يحافظ دائما على المجتمع وأن يحافظ دائما على اللحمة الوطنية في مجتمعه. فليس كل الناس يوافقونك في أفكارك، ليس كل من يسكن معك في هذا المجتمع على دينك وعلى ملتك وعلى مذهبك، ولكن الله عز وجل جعل لنا منهجا في التعامل مع من يخالفنا في العقيدة. فقال سبحانه وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ويكفي في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند يهودي. النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، في غزوة بني المصطلق، كعادته عندما كان يخرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته كان يقرع بين نسائه، أي كان يجري قرعة، فمن وقعت عليها القرعة اصطحبها معه في سفره صلى الله عليه وسلم. وقعت القرعة في غزوة بني المصطلق على أم المؤمنين عائشة وحب النبي صلى الله عليه وسلم، فخرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المعركة. عندما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من هذه المعركة وكان راجعا وعائدا من هذه الغزوة، وكانت أم المؤمنين عائشة تركب الهودج على تلك الراحلة، فمال الهودج فسقط عقد من عائشة رضي الله تعالى عنها. عائشة رضي الله تعالى عنها عندما افتقدت هذا العقد نزلت من هذه الراحلة وراحت تبحث عن هذا العقد، واستمرت في عملية البحث حتى ركب الجيش وقطع تلك المفازة وابتعد عنها رضي الله تعالى عنها. كان هناك رجل من الصحابة ومن خيار الصحابة وهو صفوان ابن المعطل، وكان في آخر الجيش. لما نظر إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها من حيائه وأدبه مع زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، يريد أن يشد انتباه عائشة رضي الله تعالى عنها، فتقدم براحلته وأناخ تلك الراحلة لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، فركبت أم المؤمنين ثم قاد الخطام حتى لحق بالجيش. ولكن هؤلاء المنافقين لم يتركوا النبي صلى الله عليه وسلم وعرضه، خاضوا في عرض النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا مقالة قبيحة. قال أحدهم ومنهم عبد الله بن أبي بن سلول، قالوا: والله ما سلمت منه وما سلم منها، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. هذه الصديقة بنت الصديق، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاشا لله أن تقع في فاحشة، ولكن القوم لعدائهم للنبي صلى الله عليه وسلم أرادوا أن يزعزعوا ثقة الأنصار بالنبي صلى الله عليه وسلم، فاستهدفوا زوج النبي صلى الله عليه وسلم واستهدفوا عرض النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام، وهذه المسألة ينبغي أن نتفطن لها، كم من الناس اليوم من يطعن في أعراض الناس جزافا لا يبالي فيما يتكلم به ويتلفظ به من الأقوال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رمى مسلما بشيء ليشينه به حبسه الله على جسر جهنم حتى يأتي بنفاذ ما قال.
وفي رواية أخرى قال عليه الصلاة والسلام: من رمى مسلما بشيء ليس فيه حبسه الله في ردغة الخبال. قالوا: وما ردغة الخبال يا رسول الله؟ قال: عصارة أهل النار. وبإذن الله عز وجل سنتكلم عن مزيد من التفصيل في هذه القصة، ولكن بعد الفاصل فابقوا معنا. حياكم الله أعزائي المشاهدين، عدنا بعد الفاصل وتوقفنا عند ركوب عائشة رضي الله تعالى عنها الراحلة مع صفوان ابن المعطل، والكلام الذي تناقله أهل النفاق. العجيب في ذلك أن بعض الصحابة، بل من خيار الصحابة، بل من الذين شاركوا في غزوة بدر الكبرى، ومنهم مسطح ابن أثاثة ابن خال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، كان ممن خاض في حادثة الإفك، وأيضا شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، والذي بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يؤيده بروح القدس، ولكنه كان ممن خاض في حادثة الإفك. إذن الكلام إذا خرج، مع الأسف الشديد تجد أن بعض الناس قد يكون حتى من الصالحين بل ومن المصلحين من ينجرف وراء هذه الإشاعات. ولذلك ينبغي أن نتفطن دائما، وأن نعلم جيدا أي إشاعة نسمعها في المجتمع، ينبغي خاصة إذا كانت يعني فيها شيء من الطعن في أعراض الناس، ينبغي أن لا نصدق هذه الإشاعة. وما الفائدة إذا صدقنا مثل هذه الإشاعات؟ وهب أن هذا الكلام الذي فيه طعن في الأعراض صحيح، ما الذي سيستفيد منه المسلم من معرفة هذه الأخبار التي من شأنها الطعن في أعراض الناس؟ ولذلك الشيء بالشيء يذكر. عندما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم الوليد بن عقبة بن معيط، أرسله إلى الحارث بن ضرار من بني المصطلق، صهر النبي صلى الله عليه وسلم، أرسله لجلب الزكاة. لما انتصف الطريق خاف أن يقتله الحارث بن ضرار، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وادعى أن الحارث بن ضرار كاد أن يقتله ومنع الزكاة، فغضب لذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا فيه خفر للذمة، فأرسل خالد بن الوليد على رأس سرية، فخرج خالد بن الوليد، فلما خرج من المدينة وإذا بالحارث بن ضرار قد جاء مع قومه المدينة، فأخبره خالد بن الوليد بما حدث وبما قاله الوليد بن عقبة بن معيط. فلما جاء الحارث بن ضرار قال: والله يا رسول الله لم أره ولم يحصل هذا الكلام، وإني والله أتيت إلى المدينة لأنني خفت، لأنك لا يمكن يا رسول الله أن تعد بوعد ولا تفي به، فخفت عليك يا رسول الله فأتيت هنا إلى المدينة بنفسي. فأنزل الله عز وجل قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إذن فعائشة رضي الله تعالى عنها تعرضت لهذه المحنة، ومكثت شهرا كاملا وهي مريضة مما سمعت من هذا الطعن في عرضها، ولكنها كانت متيقنة أن الفرج سيأتي من الله تبارك وتعالى. ضاقت عليها واستحكمت حلقاتها وظنت أنها لن تفرج، ولكن الفرج جاء من الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل يبتلي عباده المؤمنين، وإذا بالحق تبارك وتعالى بعد أن استشرى هذا الشر في المدينة، وبعد أن انتشر هذا الكلام في المدينة انتشار النار في الهشيم، وبعد أن ضاقت الأرض على النبي صلى الله عليه وسلم بما رحبت، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم استشار علي بن أبي طالب فأشار عليه بالفراق بينه وبين عائشة، ضاق النبي صلى الله عليه وسلم واعتلى المنبر وقال للأنصار: من يمنعني من رجل بلغ أذاه أهل بيتي؟ فقام أسيد بن حضير وهو سيد من سادات الأوس وأعلن رغبته في قتل عبد الله بن أبي بن سلول، فحدثت فتنة، فنزل من المنبر وأدا لهذه الفتنة ودخل بيته النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل قول الحق تبارك وتعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم،
والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إلى آخر هذه الآيات التي نزلت في سورة النور لتبرئة ساحة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. أبى الله عز وجل إلا أن يجعل براءتها قرآنا يتلى من السماوات العلى، فبرأ الله عز وجل ساحة أم المؤمنين حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانقشع ظلام هذا الكلام الذي انتشر في المدينة. إلى هنا وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، وإلى أن ألقاكم في حلقة أخرى وفي غزوة أخرى خاضها النبي صلى الله عليه وسلم. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.